بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الرحمن محسن علي سعيد، معترف في المملكة العربية السعودية، وكنت أعاني من مرض بيروني تصلب في الذكر، حاولت أعالج في اليمن ولم يعني لم أجد علاج في اليمن، وحاولت برضه في السعودية ولم، وأخذت تقاريري وأرسلتها إلى الهند عبر وساطة جماعة، ووصلت إلى الهند وشافوا التقرير هذا وعرضوا على الدكتور في مستشفى بي ال كي، ورد من المستشفى قالوا لي هذا العمل أو العملية هذا يعني بتكون ناجح 100%، إذا لم تكون العملية ناجحة بنفعل لك جهاز، وأنا أصلاً كنت رافض الجهاز في المملكة العربية السعودية لأنه الجهاز هذا يعني مشكلته مشكلة قد يحدث فيها التهابات وغير التهابات. وبعدها قال لي الدكتور أن أوصل إلى الهند وشوفوا حالتي، والحمد لله وبعون الله عز وجل تحركت من السعودية على الهند، وافقني الله وصلت إلى الهند، وكان هناك عمل إنساني وعمل جبار وعمل يعني لا أقدر أوصفه، حيث نفس المستشفى عنده ناس مترجمين وعلى رأسهم الأخ سويد اليماني مترجم يمني ساكن في الهند، وفكرام موظف هندي مترجم لأنه تعرف اللغة الهندية ما فيش معلومة عنها، أنا عندي اللغة العربية وما أفهم شيء اللغة الهندية، ولكنهم قاموا بأكمل وجه فاستقبلوني برضو في المطار ودوني إلى المستشفى. اليوم الثاني أجروني كل الفحوصات، وكانت فحوصات دقيقة جدا جدا جدا، وكان عندي السكر مرتفع ما يقارب عن من فوق 400، ولكن يعني الدكاترة هناك أجابوا وحطوا السكر إلى المستوى المطلوب وقاموا بكل الفحوصات اللازمة. فاليوم الثاني يعني أجريت العملية، وكانت العملية بنجاح. من ناحية المعاملة لم حسيت إني غريب في هذا المجتمع بسبب يعني التنظيم والمعاملة الطيبة الذي يعني تعاملت بها، فكان هناك المترجمين يعني سهلوا لي كل ما كان يعني يعيقني في طريقي، فالشكر لله ثم الشكر لهم والشكر للمستشفى ولإدارته، وكان يعني لا أقدر أصف بما يعني أوجدت من معاملة طيبة ومعاملة إنسانية، ومشكور عليهم. وألم وعن إقامتي في الهند لم أحس بأي كأب أو بإني لحالي، فالمترجمين 24 ساعة موجودين وخدماتي موجودة من السكن من العلاج من الإعادة للمستشفى، فهذه شهادة لله، شهادة أنني أنصح من كان متردد على العلاج فتعتبر الهند. أنا قد عالج في اليمن في أكثر من مستشفى، تعالج في السعودية صح السعودي فيها مستشفيات، لكن الكادر الطبي غير متواجد وغير متوفر، فجزاء الله الخير من سعى ومن وقف إلى جنبي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.